اضعف الايمان، انتخب واحد حامل القران وما انتخبش واحد حازف القران، دي اول حاجه. طب بالنسبه لاراء السياسي حضرتك شايف ان هو يقدر ينهض مصر؟ اه طبعا، بس عايز مساعده من كل حواليه، بس للاسف انا شايف العكس، كلهم عايزين يوقعوا. طب الخطابات يعني حضرتك انتخبته في المرحله دي؟ اه. بعد الخطابات دي اكدت وجهه نظر حضرتك فيه ولا لا؟ طبعا. بعد ما مسك الرئاسه؟ اه. ايه اللي حصل خلاك؟ صفاته ان هو راجل قنوع جدا، راجل محترم جدا ومتواضع جدا، وقلبه على المواطن الفقير والبسيط جدا. ايه اللي عجبك في الخطابات؟ هي فندم؟ الخطابات. خطاباته ان هو بيتكلم بشفافيه. بيتكلم بشفافيه وباسلوب حضاري جدا، وبيتكلم بدون ورق، بيتكلم من جواه من منبعه من قلبه. ما بيكتبش على ورق، ما بيتطلعش. البني ادم اللي يتكلم باللي جواه اعرف ان ده بيبوح باللي جواه، انما اللي بيكتب على ورق تخاف من اللي جواه. طب الخطابات دي دليل ان هو في المستقبل يبقى كويس ولا ما نقدرش نحكم؟ هيبقى كويس بس بمساعده اللي حواليه برضه. راجل معتدل وكان بالنسبه لي افضل من الخيار الثاني. بس يعني الخطاب ده عن وجهه نظر حضرتك فيه؟ الخطاب انه الاخير؟ الثلاثه انا شايف راجل بيحاول يلم الناس والشمل، وبيعمل زي ما تقولي نوع من الحياه ايه؟ الديمقراطيه، بدايه يعني الديمقراطيه، بس طبعا وراه مشاكل كتير لان البلد نصها ضده تقريبا، والاصوات لما تشوف الاصوات تلاقي نصها معاه ونصها ضده من اللي نزل، غير بقى اللي ما نزلوش خالص دولات الله اعلم ارائهم. بس حضرتك لكن انا شايف تصالح اجتماعي بين الناس، سيبك من السياسيين، في الشارع العادي زيه واللي زيك اللي ما همش في السياسه قوي، شايف ان هم يعني بيقولوا الراجل ده هيجي من وراه خير يعني، بس نديله فرصه يشتغل وبعدين نقيمه. احنا قيمنا النظام على 30 سنه وطلع فيه مساوئ كتير، نديله بس فرصه سنه على الاقل يعني، وبعد كده الصندوق موجود والميدان التحرير موجود زي ما بقول. بس على الاقل يكون يعني كل لسه يتكلم في محمد مرسي. يعني انت متفائل بالخطاب ولا لا؟ خير ان شاء الله، ربنا يسعدك، كله كويس، بقى مستني ان زينا زي غيرنا يعني. يعني مستني لما نشوف الافعال من الخطاب؟ اه طبعا. شايف ما نقدرش نحكم عليه من دلوقتي؟ لا ما نشوف الاول هيعمل ربنا ايه. هو كل بيقول خير بس مش شايفين لسه. ربنا يسهل على الله عز وجل في خير فعلا يعني. وكل مستني عمال شغال هنا برضه في النظافه، وكل مستني اقضي يعني اللي معاه 5 ليالي اللي معاه 6 ايام ياخد 700 جنيه 800 جنيه حرام يعني برضه، بس ربنا يسهل على الله عز وجل يعني خير.